تستعد النجمة الجميلة أنجلينا جولي للقيام ببطولة فيلم من إنتاج والت ديزني العالمية، تجسد فيه دور الساحرة الشريرة في فيلم الجمال النائم أو سليبينج بيوتي، والذي سبق تقديمه عام 59 ويعد أحد أهم وأشهر كلاسيكيات ديزني. الفيلم يبدأ تصويره في شهر يونيو القادم، ومن المقرر أن يخرجه روبرت سترومبرغ. ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة المنتجة لفيلم In the Island of Blood and Honey الذي كتبته وأخرجته أنجلينا أنه أصبح متوفراً على اسطوانات DVD بعد أن حقق نسبة مشاهدة هائلة، خاصة بعد الجولات الترويجية التي قامت بها أنجلينا في عدة دول. الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي من خلال قصة حب في البوسنة أثناء فترة الحرب الأهلية. What's your name? My name is Vasily Orlov. Nothing. He doesn't exist. Today, a Russian agent will travel to New York City to kill the president. This agent is KA-12. The KA program is a myth. Scan says he's truthful. This guy's selling smoke. Wrap it up, Ev. Don't you want to know the name? You're good. You can tell the rest of your story to one of my colleagues. The name of the agent is Evelyn Salt. My name is Evelyn Salt.